لازم انام على 3 مخدات وعلى جنبه اليمين ما بيصير ينام على ظهره. بعدين خلي حدك انت ماي اوقات بتشردق بالليل، بس ما تخافي قوميه وشربيه لا يرجع يتنفس. وإذا بحال بعد دقيقتين شفتيه ما صار منيح، معي كرام قوطي بتحكيني. هيدي حبة تحسين تعطيها إذا قلبه وجعه، وحبتين نقول على الطهر. جميلة ركزي معي. ده ولا ده؟ لا هيدا انتبه، ما فيك تغلطي فيهم. من هيدا حبة 3 مرات بالنهار، طلعي وهيدا حبتين ظهر حبتين بالليل حبتين بعد الأكل. هيدي بتعطيه حبة كل يومين، وهيدي حبة قبل ما نام. شو بك يا روقي؟ عيد تاني عشان معلش انا ما كنتش مركزة معاك. بدك اكتب لك اياهم على الورقة؟ ممكن انت تفضل قاعد معاه هنا وتسيبني انا اروح انام في اوضتك؟ لو سمحت انا خايفه، انا مش هقدر اتصرف معاه، مش هقدر. لو سمحت محمد بارك ما تضايق. انت بتعرف البنات بهيك يوم بكونوا مضطرين خايفين مش عارفين شو بدهم يعملوا. ابي اعيد الامتحان استاذ لو سمحت. قلت لك ابي اعيد الامتحان استاذ، ما طلبت عيد اليوم، ابي اعيد الامتحان لو سمحت. هلا انا بروح بحكيها.